الجيش الوطني السوري يعلن جاهزيته للمشاركة في العملية العسكرية التركية شرق الفرات. قوات النظام تستمر في قصف ريفي اللاذقية وإدلب. ميليشيا الحرس الثوري الإيراني تعتقل عددا من ميليشيا الدفاع الوطني في البوكمال. أهلا بكم إلى نشرة المنتصف من قناة حلب اليوم. أكد قادة عسكريون في الجيش الوطني السوري تلقيهم تبليغا رسميا من الجانب التركي لرفع الجاهزية القتالية لخوض معركة شرق الفرات المرتقبة. بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة التي توعد فيها بشن عملية عسكرية شرق الفرات، قادة عسكريون في الجيش الوطني أكدوا من جانبهم تلقيهم تبليغا رسميا من الجانب التركي لرفع الجاهزية القتالية. تصريحات أدلى بها قيادي في الجيش الوطني رفض الكشف عن اسمه لوكالة سمارت، أشار إلى أن تركيا أبلغت رسميا الجيش الوطني بالتجهيزات لمعركة شرق الفرات مطالبا بأسماء وأعداد المشاركين. أما عن مشاركة الجبهة الوطنية للتحرير فقد أكد المتحدث باسم الجيش الوطني رائد يوسف حمود أن إشراك الجبهة الوطنية في معركة شرق الفرات غير مطروح حاليا، قائلا إن هذا القرار يعود لرئاسة أركان الحكومة المؤقتة وقادة الجبهة بالتنسيق مع تركيا بحسب ما ذكرته سمارت. في مقابل هذا دعا نطلق باسم مجلس سوريا الديمقراطي المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف معلنة وصريحة لوقف التهديدات التركية ضدهم، كما رفضت أحزاب وتنظيمات تنشط في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية التابعة لقسد ما وصفوه بالتهديدات التركية لمنطقة شرق الفرات، وذلك في مؤتمر صحفي عقد في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا. يعني نحن أمام حالة، إما أن ندافع عن حدودنا ونترك داعش، وتعرفوا في عنا عدد لا يستهان فيه من المعتقلين من داعش من 60 دولة. هذا بالنسبة لموضوع التهديدات التركية. وعلى صعيد الميدانين قال التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة معدات لوجستية من العراق إلى قواعده بمحيط مدينة الشداد بالريف الجنوبي لمحافظة الحسكة، والتي تضمنت شاحنات ووقودا وصهاريج وجرافات إضافة لشاحنات مغلقة. وتزامن مع هذا أيضا وصول تعزيزات عسكرية جديدة لحزب الاتحاد الديمقراطي إلى المنطقة الحدودية في منطقة تل أبيض شمالي الرقة، ووصول رتل للقوات الأمريكية إلى قرية الشركراك القريبة من المدينة. كما نشر مجلس تل أبيض العسكري التابع لقسد عناصره على طول الحدود السورية التركية المتاخمة للمدينة. ينضم إلينا من إسطنبول القيادي في الجيش الوطني مصطفى سيجري. متى تبدأ العملية العسكرية في شرق الفرات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية دعني أعقب في عجالة على ما ذكره تنظيم قسد على لسان المتحدث أنهم سوف يطلقون سراح المعتقلين لدى تنظيم داعش، وهددوا بهذا التنظيم، وهو تصريحات واضحة وعلنية والانتقال من العمل السري إلى العمل المعلن. لطالما استخدم هذا التنظيم تنظيم داعش الإرهابي كأداة من أجل التمدد في هذه المنطقة، هو إعلان عن التعاون المسبق والذي كان سريا، الآن بدأوا يتحدثون وبشكل معلن أمام العالم أجمع، يقولون بأنهم سوف يحركون أداتهم في المنطقة تنظيم داعش الإرهابي إن حاولت تركيا التقدم. وأنا هنا أيضا أؤكد بأن المشكلة اليوم هي مشكلة سورية بالدرجة الأولى وليست مشكلة تركية تجاه تنظيم إرهابي، لأن هذا التنظيم هو من دخل واغتصب الأراضي وقتل وشرد وهجر مئات الآلاف من أبناء هذه المناطق. فبالتالي نحن الآن نواجه قيادات تركية عراقية إيرانية دخلوا الأراضي السورية وتخندقوا خلف القضية الكردية والمظلومية الكردية، وجعلوا من أهلنا الكرد في شمال شرق سوريا حطب من أجل تنفيذ المشروع الإرهابي الانفصالي في هذه المنطقة. نعم، الآن هناك استعدادات قد وصلت إلى الذروة من قبل الحلفاء في الجمهورية التركية وأيضا قوات الجيش الوطني. انتظرنا كثيرا التفاهمات التركية الأمريكية، عسى ولعل
كانت تفضي، انتظرنا أن تفضي إلى هذه التفاهمات، إلى أن يكون هناك حلول سلمية تفضي إلى إقامة المنطقة الآمنة بعيدة عن العمليات العسكرية، وإخراج التنظيم الإرهابي حزب العمال الكردستاني من داخل الأراضي السورية. ولكن الآن ونحن أمام تعثر واضح لهذه التفاهمات، يمكن القول بأن الأمور ذاهبة باتجاه العمل العسكري. هل تم تحديد موعد لبدء العملية العسكرية المشتركة ضد التنظيمات الموجودة في شرق الفرات؟ يعني وكما صرح الرئيس أردوغان على اعتبار بأن الحلفاء في الجمهورية التركية هم من سوف يمولون ويدعمون هذه العملية العسكرية، أنها سوف تكون خلال الساعات القادمة. طبعا نؤكد هنا أن الاتصال الساخن ما بين أنقرة وواشنطن ما زال يعني مفتوح ومستمر، عسى ولعل أن يكون هناك خطوات أكثر جدية من قبل الجانب الأمريكي تفضي إلى عدم الدخول بعملية عسكرية، شرط أن يكون هناك تنفيذ للتفاهمات السابقة على إقامة المنطقة الآمنة. ولكن إن وصلت أنقرة إلى قناعة تامة بأنه لن يكون هناك خطوات أكثر جدية من قبل واشنطن، فبكل تأكيد سوف نسمع خلال فترة قريبة بدء العمليات العسكرية باتجاه ما الأعداد المتوقعة من عناصر الجيش الوطني للمشاركة في العملية العسكرية؟ بكل تأكيد هذا الأمر معني به غرفة العمليات العسكرية المشتركة، بحسب ما تحتاج الخطة العسكرية سوف يكون هناك أعداد جاهزة من قبل الجيش الوطني. ما يمكن أن نؤكده الآن بأن الجيش الوطني بكامل قواته على أهبة الاستعداد. أشكرك القيادي في الجيش الوطني مصطفى سيجري، كنت معنا من اسطنبول. قالت شبكة نداء سوريا إن وحدات حماية الشعب التابعة لقسد شنت حملة اعتقالات واسعة في مدينة منبج شرق حلب طالت العشرات من الشبان. ووفق الشبكة فإن حملة الدهم والاعتقالات تركزت في أحياء السرب وطريق حلب والحزاونة والجزيرة، وشملت أكثر من 70 شخصا بينهم 3 أطفال على الأقل. وأضافت الشبكة أن حملة اعتقال مشابهة كانت قد طالت 20 طفلا في مخيم الروج بريف المالكية. خرجت مظاهرات في عدة قرى وبلدات بمحافظة إدلب طالب فيها المتظاهرون بإسقاط النظام وإخراج المعتقلين، كما رددوا شعارات رافضة للجنة الدستورية. هتافات في إدلب تظهر إصرار المتظاهرين على تحقيق أهدافهم ورفضهم المساومة على مطالبهم، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين. اليوم نحن طلعنا في جمعتي اسم الجمعة الإفراج عن المعتقلين، لحتى نأكد للعالم كله أنه نحن شعب حر، نحن ما لنا شعب لحتى ننسجن أو نعيش ضمن حظيري، نحن شعب منحب الحرية، وطلعنا ضمن الثورة ضد نظام بيت الأسد هو لحتى نطالب بالحرية. نحن اليوم وبكرة وكل يوم نحن راح نكون بالساحات، راح نطلع بالمظاهرات حتى إسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين. في مدينة بنش وكذلك معرة النعمان وغيرها تتجدد المظاهرات في كل جمعة وتتوحد فيها المطالب. علت الهتافات الرافضة للجنة الدستورية والحلول السياسية التي تستثني إزالة النظام. الرسالة التي نوجهها لأهلنا في سوريا، عليهم أن يستمروا في ثورتهم إلى آخر لحظة، فلا يمكن أبداً التفريط في دماء الشهداء وبكل عذابات أهلنا من أجل لجنة دستورية فارغة تافهة لن تقدم ولن تؤخر. روسيا تريد أن تقول أن هناك مسار سياسي في سوريا وهذا كذب، فعلى أهل الثورة أن يتابعوا ثورتهم حتى النهاية، والنصر قادم بمشيئة الله. المظاهرات هي منبر المدنيين الثائرين الذي أوصل صوتهم ليمنح الشرعية أو ينفيها عن كل من يعتبر نفسه ممثلا للشعب السوري، بحسب ما قاله ثوار إدلب. مظاهرات مستمرة في إدلب وبنش وعدة مدن وبلدات أخرى في أرياف حلب وإدلب للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ورفضا لأي حل سياسي قبل رحيل الأسد. خلف جمعة، قناة حلب اليوم، ريفو إدلب. أفاد مراسل حلب اليوم بأن طائرات مروحية تابعة للنظام قصفت بالبراميل المتفجرة مناطق في ريف اللاذقية الشمالي. وأكد مراسلنا أن 6 طائرات مروحية أقلعت من مطار سطامو بريف اللاذقية
وألقت البراميل والأسطوانات المتفجرة على تلال كبينة شمالي لاذقية دون وقوع إصابات. وأضاف مراسلنا أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ تلة أبو أسعد وقرية الصراف في جبل التركمان شمالي لاذقية، ما تسبب بحدوث دمار في البنى التحتية بالمنطقة. وفي سياق متصل، ذكرت صفحات موالية إن انفجارات متتالية ضربت نقاط تمركز القوات الروسية وأخرى تابعة لقوات النظام بالقرب من منطقة حيالين غربي حماة، ناجمة عن انفجار في مخزن الذخيرة شرق مدينة أسقيلبية. ينضم إلينا من إدلب مراسل حلب اليوم خلف جمعة، ما تفاصيل القصف على ريف إدلب واللاذقية؟ نعم ياسر، منذ الساعات الصباح الأولى بدأت قوات النظام باستهداف ريف إدلب الغربي بقذائف المدفعية، تحديدا قرية العسعينين. أثناء توجه طلاب المدارس استهدفت قوات النظام القرية بالمدفعية، مما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة طفلان آخران. أيضا أصيبت سيدة في قرية الغسانية جراء القصف ذاته، قصف متواصل ومستمر على قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي، كما تعرضت قرية كفر عويل وبلدة حاس ومدينة كفرمبل إلى قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام المتمركزة بالقرب من مدينة خان شيخون. أيضا في ريف حماء الغربي استهدفت قوات النظام قرية دور الأكراد وقرية زيزون وقرية دخماق أيضا بقذائف المدفعية. هذا القصف تزامن مع استهداف براميل المتفجرة من قبل مروحيات النظام، 6 مروحيات تناوبت على استهداف منطقة الكبينة وتلة أبو أسعد بالبراميل المتفجرة. اقتصرت الأضرار على المادية كون القرى والبلدات المستهدفة خالية من السكان بسبب الاستهداف المستمر من قبل قوات النظام بشكل يومي. تقريبا البراميل المتفجرة تتساقط على هذه القرى والبلدات. أيضا القصف المدفعي والصاروخي لا يستثني قرية في المناطق التي ذكرناها، بشكل يومي مستمر متواصل أيضا القصف على قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي والشرقي، ريف حماء الغربي وريف اللاذقية الشمالي. يكاد القصف يكون يوميا ومستمرا دون انقطاع على هذه المناطق. نعم خلف، ما معلوماتك حول الانفجار الذي وقع أمس في محيط إسقيلبية؟ بحسب رواية صفحات موالية لقوات النظام وحسب عمليات الرصد التي قام بها الفصائل قريبا من منطقة الانفجار، الانفجار حدث داخل معسكر للقوات الروسية. بحسب رواية الصفحات الموالية فإن نتيجة الانفجار كانت مقتل ضابطين روسيين أحدهما برتبة لواء ومقتل أكثر من 20 عنصر من قوات النمر والفيلق الخامس. الانفجار حدث داخل معسكر للقوات الروسية في قرية حيالين. هذا المعسكر تم إنشاؤه قبيل الحملة التي قامت بها قوات النظام على مناطق ريف حماة الشمالي. إلى الآن هذه المعلومات التي وردت حول الانفجار في المنطقة، لكن لا معلومات تأكيدة حول أسباب الانفجار داخل مستودع الذخيرة. نعم أشكرك على هذه التفاصيل، كنت معنا من إدلب خلف جمعة مراسل حلب اليوم. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن فرنسا وضعت 4 شروط لقبول شرعنة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في سوريا. وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا أوضحت أن الشرط الأول يتمثل ببناء الثقة على الأرض بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة قبل وأثناء وعقب انعقاد الانتخابات. أما الشرط الثاني فهو ضمانات تؤكد على مشاركة وصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع. أما الشرط الثالث هو إجراء حملات التثقيف والتوعية الانتخابية. والشرط الرابع هو عبارة عن شروط قانونية وعملية مسيرة لإجراء الاقتراع التعددي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل، محل جرابلس يطلق مشروعا لتعبيد الطرقات الرئيسية في المدينة.
أخبار كثيرة، منها ما يفرض نفسه عليك، يدخل تفاصيل يومياتك، وربما يغير من مجرى حياتك. في ثنايا الخبر نناقش أبرز التطورات في سوريا، ونجيب على التساؤلات التي تدور في أذهانكم. أنا حلا الخطيب، أكون معكم في برنامج ثنايا الخبر. كونوا على الموعد. أفاد مراسل حلب اليوم بأن وفدا من المجلس السوري الأمريكي وشخصيات من الجالية السورية التقيا برئيسة اتحاد رؤساء البلديات الكبرى في تركيا فاطمة شاهين بدعوة من السفارة التركية في واشنطن. وأشار المراسل إلى أن الوفد طالب الحكومة التركية في تطبيق القانون التركي بشكل تدريجي، وخاصة أنه قد فرض خلال الفترة الماضية غرامات تقدر بمئات آلاف الدولارات على هذه الجمعيات، داعيا إلى منحهم استثناء كما حدث سابقا في العراق وأفغانستان. كما تحدث عضو الوفد الدكتور رضوان زيادة عن أهمية جلسات الاستماع التي يعقدها الكونغرس الأمريكي عن وضع السوريين في تركيا وفي مناطق شرق الفرات. تحاول روسيا زيادة تواجدها في وسط سوريا من خلال مفاوضات مع اليونسكو لترميم الآثار في مدينة تدمر، حيث تقع القاعدة الروسية الأكبر في البادية السورية. تدمر، بالميرا أو مدينة النخيل، أسماء مملكة توجت على مدى قرون طويلة قبل الميلاد. اليوم تسعى روسيا لبسط سيطرتها على المدينة عبر قاعدة عسكرية كبيرة. القاعدة الروسية تشرف على المدينة والطرق المؤدية إليها، وتعتبر قاعدة رئيسية للقوات الروسية وسط سوريا وبوابة التحكم بالبادية وصولا إلى الحدود السورية العراقية وفق صحيفة القدس العربي. روسيا خاضت حربا ضد تنظيم الدولة في عام 2016، واستعادت المدينة بعد هجمات جوية وبرية شارك فيها الجنود الروس إلى جانب قوات النظام، لتقيم بعد ذلك احتفالا موسيقيا ضخما على المسرح الأثري للمدينة، وتفتح المجال أمام وكالات الأنباء لنقل الاحتفال مباشرة على الهواء. تدمر تبعد عن مدينة خنيفيس قرابة 160 كيلومترا، وتحيط بها الثروات الباطنية من كل جانب، إضافة إلى قربها من عدة مطارات عسكرية أهمها مطار التيفور. ترميم الأثار في تدمر ربما حجة تدفع روسيا لتزيد من تواجدها هناك بعد مفاوضات مع منظمة اليونسكو في منتصف عام 2016. متحف أرميتاج الروسي قال إنه سيسلم النظام نموذجا ثلاثي الأبعاد للمدينة بحسب ما نقلته وكالة نوفوتسي الروسية عن مدير المتحف في 30 من تشرين الأول عام 2017. وبعد إعلان منظمة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة عن حاجتها لجمع الأموال لاستعادة المواقع الأثرية وسط سوريا، أعلنت موسكو نيتها تقديم المساعدة، حيث تعمل روسيا على جمع الملفات لإعادة إعمار المنطقة الأثرية من خلال أرشيفها، إذ كشفت صوراً لتدمر التقطت عام 1872 من قبل مسافرين روس وصلوا إلى هناك، وفق تصريح وزير الدفاع الروسي ورئيس الجمعية الجغرافية الروسية سيرغي شويغو لوكالة تاس في 19 من آذار الماضي. أفادت شبكة عين الفرات المحلية أن الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني اعتقلت عددا من عناصر ميليشيا الدفاع الوطني بريف دير الزور. جاء ذلك بسبب قيام عناصر من ميليشيا الدفاع بإطلاق النار بشكل عشوائي في أحد الأعراس بمدينة البوكمال، الأمر الذي أخاف الميليشيات الإيرانية ودفعها للاستنفار ونصب عدد من الحواجز في المدينة لإكمال اعتقال العناصر المتهمين بإطلاق النار وفق الشبكة. نشر موقع هاشتاغ سوريا الموالي صورة ليدي طالب متورمتين، قال إنها نتيجة ضرب من قبل معلمه في مدرسة يعقوب الكندي العامة في منطقة مشروع دمر بريف دمشق. وقال الموقع إن المعلم معلم الفيزياء فرض عقوبة الضرب بأربعين
مسطرة وكف على طالبين في الصف الثامن بسبب استعارة الطالب الأول قلما من الطالب الثاني، مشيرا أن مدير تربية دمشق في حكومة النظام غسان اللحام اعتبر أن رواية الأهل تتضمن نوعا من التهويل، واكتفى بتوجيه انذار للأستاذ وتنبيهه لعدم تكرار هذه الحادثة. قال مراسل حلب اليوم إن قوات النظام شنت حملة اعتقالات طالت عددا من النساء في مناطق مختلفة من العاصمة دمشق وريفها، وأشار مراسلنا إلى قيام أجهزة النظام الأمنية باعتقال 4 نساء من حي المزة والميدان في العاصمة دمشق، إضافة لاعتقال 8 أخريات في بلدات ضمير وجديدة عرطوز ورحيبة بتهمة التواصل مع أقاربهن في مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا. بدأ المجلس المحلي في جرابلس بتعبيد الطرقات الرئيسية في المدينة بعد معاناة عاشها الأهالي في المنطقة لفترات طويلة مع الحفريات وسوء الصرف الصحي، لتعود المدينة وتظهر بحلتها الجديدة بعد التعبيد. هكذا تبدو شوارع مدينة جرابلس عقب انطلاق مشروع تعبيد الطرقات بعد مناقصة للمجلس المحلي سمحت للشركات المحلية والتركية بتنفيذ المشروع، مشروع ترافق مع تجهيز البنى التحتية من صرف صحي والإنترنت لتفادي حفر الطرقات مجددا. الطرقات كانت فعلا طرقات سيئة، الحفر موجودة بكثرة، كانت حوادث تصير بسبب الحفر بالليل، فهلأ الله يجزيهم الخير الشباب بالمجلس المحلي عم يقوموا بعملهم بتسفيد الطرقات والشوارع، ونحن ننتظر منهم إن شاء الله الأجمل، وهن مع العلم ما عم يقصروا، الله يجزيهم الخير ويبارك فيهم، وهاي خطوة رائعة انتظرتها الناس من السنة الماضية. الشتوية الماضية كانت قاسية جدا جدا بسبب الحفر الموجودة والماء اللي بيتراكم بالحفر هاي. المجلس المحلي يشرف بشكل مباشر على عملية التعبيد التي تقوم بتنفيذها شركة تركية. الشركة بدأت عملها منذ قرابة الشهر لتنجز أكثر من نصف المشروع وفق الجدول الزمني المحدد. تم طبعا تسفيد الطرقات الرئيسية والمحورية في المدينة مثل طريق المحلق الغربي وطريق العام باتجاه طريق منبج وطريق المحطة الشرقي باتجاه السوق وبعض الطرقات الفرعية في المدينة. مشاريع التعبيد انطلقت في أرياف حلب الشمالي والشرقي لتبدأ في المدن الرئيسية كجرابلس وعزاز، وسط وعود بالبدء بتعبيد الطرقات الفرعية بعد الانتهاء من الطرقات الرئيسية لتخفف من معاناة الأهالي. خدمة الأهالي وتسهيل حركتهم وحركة وسائل نقلهم هي أهم ما تتطلع إليه الجهات المسؤولة، فضلا عن تحويل سير الشاحنات الكبيرة إلى طرقات خاصة خارج المدينة لمنع تصدع الطرقات فيها. بدر كشك، حلب اليوم، مدينة جرابلس. ينضم إلينا من جرابلس مراسل حلب اليوم بدر كجك. بدر، ما هي الطرقات التي شملها المشروع؟ ياسر لم أسمع السؤال جيدا. ما هي الطرقات التي شملها المشروع؟ نعم ياسر، بدأ مشروع التعبيد في مدينة جرابلس منذ فترة شهر تقريبا، ما زال مستمر إلى هذه اللحظة في المدينة. طرقات عديدة شملها المشروع، كان أولها طريق المعبر الغربي وطريق المحطة والطرق الرئيسية في المدينة، طريق السوق الرئيسي في المدينة، والطريق الثاني في المدينة هو طريق السوق الشرقي من الطرف الشرقي لمدينة جرابلس، حيث تم تجهيز البنى التحتية قبل البدء بعملية التعبيد من صرف صحي وانترنت، حيث كانت شبكات الصرف الصحي سيئة بشكل كبير جدا في المدينة منذ سنوات لم يتم إصلاحها، لكن قام المجلس المحلي اليوم بتجهيز شبكات الصرف الصحي وتمديد الانترنت في المدينة، وخطوط الهاتف الأرضي موصولة بشبكة البريد الموجودة في مدينة جرابلس لتفادي حفر الطرقات مجددا بعد تعبيدها من قبل الشركة التركية التي تشرف على الموضوع بشكل مباشر بإشراف من مكتب الخدمات التابع للمجلس المحلي لمدينة جرابلس. وعود من قبل المجلس المحلي بتعبيد
الطرق الفرعية أيضا في المدينة، وبالانتقال إلى ريف مدينة جرابلس هناك أكثر من 30 أو 40 قرية تحتاج إلى تعبيد للطرقات، طرقات فرعية منها وطرقات رئيسية كطريق عرب عزة وطريق مخيم زوغرة، طريق يخدم أكثر من 7000 شخص يقطنون في المخيم. أشكرك بدر كجك مراسل لحلب اليوم، كنت معنا من مدينة جرابلس. احتلت عصابة من القرود ديرا قديما وشنت هجمات مخيفة على الأطفال في بلدة فردان فان الهندية بولاية أوتار براديتش شمالي البلاد. وقالت منظمة سريرا داي سيفا تراست أن السكان الذين يعيشون في المنطقة المحيطة بالدير الشهير تركوا منازلهم إثر هجمات قرود المكاك، وهم يحاولون إيجاد طريقة لصد هجمات تلك الحيوانات التي وصفتها بالعدوانية. وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم بود.